للإضاءة على نتائج الاستطلاع معنا أستاذ العلوم السياسية الدكتور بدر ماضي. أهلا بك دكتور بدر. مقابل الرضا النيابي في استطلاع راصد، أظهر استطلاع سابق أن أردنيين من كل 3 لا يثقون بالحكومة، كيف تقرأ هذا الاختلاف في نتائج الاستطلاعين؟ والله أنا أقرأ في هذا المجال أني أخشى أن ندخل لعبة الإحصاءات العامة من أجل إرضاء أو على الأقل لنقل قياس الرأي العام لنرضي طرفا هنا أو طرفا هناك. أنا يعني مستغرب حقيقة من هذا الاستطلاع، عندما يذكر هذا الاستطلاع أن أكثر من يعني أو النسبة العليا من المستطلعين من الأخوة أعضاء مجلس النواب أنهم راضين عن الأداء الحكومي، بينما قبل أيام قليلة القاعدة الشعبية لكل هؤلاء النواب قالوا أنهم غير راضين عن هذا الأداء الحكومي. فلذلك أنا أعتقد أن هناك إشكالية كبيرة جدا في قضية قياس الرأي العام الأردني، والتي حقيقة يجب أن تخضع لميزان علمي حقيقي عندما نقيس الرأي العام، وأن لا ندخل صراحة في تحقيق مكاسب هنا أو هناك بهذه الجهة أو تلك، وأن دائما أن ننظر إلى الشارع الأردني والمتلقي الأردني أنه متلقي ذكي حقيقة يستطيع أن يزن الأمور بما يخدم المصلحة الأردنية العامة وليس بما يخدم مصالح هنا أو هناك. نعم دكتور بدر، يعني أفهم من كلامك أنك ترى أن النواب يستميلون الحكومة. نعم. ولو بشيء بسيط من خلال هذه الأرقام التي تابعناها، لكن كما قال مركز الحياة راصد يعني استمرار النواب ما دامت الحكومة مستمرة، هل ترى أن هذا هو سبب وراء أن أكثر من 50% راضون عن أداء الحكومة؟ وأضيف إلى ذلك أختي العزيزة، أنا أعتقد أن هناك إشكالية عند الأخوة النواب، وهي المصالح قد تكون أحيانا مصالح ضيقة للتعامل مع الحكومة على حساب المصالح الشعبية والإرادة الشعبية. وأنا هنا أعتقد أن هذا الاستطلاع قد وضع النواب في مواجهة الشارع الأردني، وقد يكون هذا حقيقة حلقة من حلقات عدم الثقة بالمؤسسات العامة في الدولة الأردنية، ليس فقط الحكومة وإنما سيضاف لها مجلس النواب حتى وإن كان في السابق نفس الشيء، لكن أنا أعتقد أن الشعب الأردني والشارع الأردني سيضيف حقيقة إلى يعني الجداول الطويلة في عدم الثقة بهذه المؤسسات، أن لا يثق حقيقة بما قاله النواب في هذا، أي أنه يسجل نقطة ضد النواب. لكن عادة يعني أو بهذا الاستطلاع تحديدا، كيف تؤثر هذه الأرقام على عمل الحكومة، خاصة وأننا مقبلون على افتتاح دورة مجلس النواب العادية بعد 20 يوما؟ أنا أعتقد أن هذا الاستطلاع فقط سيضيف أن الحكومة هي مرتاحة أمام مجلس النواب، ولكن بالتأكيد الاستطلاع السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية قد وضع الحكومة في وضع غير مريح، وقد وضعها في مجابهة الشارع الأردني، وقد يؤكد يعني استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية أن الشارع الأردني غير مرتاح لهذه الحكومة. فلذلك أنا أعتقد أن هناك إشكالية كبيرة جدا. نعم سيعطي دفع جيد لهذه الحكومة إذا ما وصلت إلى افتتاح الدورة القادمة، ولكن بالتأكيد سيبقى الشارع هو الحكم في ذلك. بالتأكيد، لكن مثل هذه الاستطلاعات يعني هل ترى أن عندما الحكومة تجد أن مجلس النواب المجلس الذي يتعين عليه أن يكون مراقب للأداء الحكومي هو مرتاح أو راضي عن أدائها، هل تكون يعني يؤثر على أدائها في حال مواجهة ما نواجهه من تحديات اقتصادية اجتماعية مخدرات وما إلى ذلك؟ يعني أنا أعتقد أن من يراقب الحكومة حاليا ليس فقط مجلس النواب، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي والرأي العام عبر وسائل التواصل سواء الفيسبوك أو تويتر أو غيرها. فلذلك أنا أعتقد أن الحكومة تنتبه إلى هذه وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا أكثر من ما يقوله النواب حتى داخل القبة، لأن هناك مصالح كبيرة جدا بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب يمكن العمل عليها، لكن بالتالي الحكومة عليها مواجهة الشارع الأردني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الإعلام الذي حقيقة يضغط بشكل كبير جدا على أداء الحكومة. نعم شكرا لك أستاذ العلوم السياسية الدكتور بدر ماضي، كنت معنا عبر الهاتف.